ذات السياق نظمت جموع المصلين في جامع الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان وقفة احتجاجية نصرة لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضا للإساءة التي صدرت من أحدى الشخصيات السياسية الهندية بحق خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا، باسم بغداد، وباسم الأعظمية، وباسم جامع الإمام الأعظم، وباسم علماء بغداد وأهلها وأهل العراق، هذه وقفة ولاء وانتماء وغضب نعبر بها عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطالب دولتنا وحكومتنا أن يكون لها موقف حقيقي تجاه هذه الدول ومن يمثلها، واستدعاء لسفرائها وقنصلياتها. فإن الذي جرى في القارة الهندية وقبلها في بعض الدول الأوروبية هي نوع من السلوك القبيح والسياسة الرعناء في الوقت الذي هم يتشدقون بالسلم وحسن التعايش وحسن المعاملة والرفق بالحيوان ليس بالإنسان، بينما أفعالهم تدل على عكس أقوالهم.